من أول ما نزلت لعبة ياكوزا على البلاي ستيشن 2 2005 وأنا من محبينها. وتخيلوا بهال 15 سنة نزلت سيجا 16 جزء حق اللعبة من الريميكات والسبينوف، وأنا ما زلت أعشق هاللعبة. والحين سيجا نزلت جزء جديد حق ياكوزا. حلو، الغريب بالموضوع إن ياكوزا صارت لعبة آر بي جي. هل هذا شيء راح يكون حلو مو حلو؟ راح نعرفه بالتقييم. قبل لا ابتدي تقييم حبيت اقول لكم ان اللعبه نازله على البلاي ستيشن 4 من شهر 1 2020، ولكن النسخه اليابانيه فقط، واللعبه الغربيه او النسخه الغربيه راح تنزل بتاريخ 10/11 على الاكس بوكس سيريس اس و اكس مع بلاي ستيشن 4. اما نسخه البلاي ستيشن 5 راح تنزل سنه 2021 شهر 3. والحين خلونا نبتدي التقييم معاكم للعبه ياكوزا لايك دراجون. أول شيء راح نتكلم عن القصة. بطل لعبة إيتشيبان يشتغل بعصابة، وهو لا ولاء كبير حق هالعصابة، وخاصة حق كبير العصابة اللي هي عصابة أراكاوا فاميلي. ليش هالولاء؟ لأن يوم وصل بطل وكان صغير حق المنطقة سوى شغلة، وكانت عقوبة الشغلة هذه موت. ويا للرئيس العصابة اللي ما بينه وبينه ولا شيء، ولا كان يشتغل عندهم، وأنقذ حياته. ومن هذيك الفترة البطل وعد أنه راح يرد للدين حتى لو شنو. وتأخذ الأيام وتروح وتروح وتصير شغلة، وهني يلا رئيس العصابة ويطلب منه رد الدين، يقول له ان انا عندي شغلة معينة، انا ابيك تاخذ تهمة القتل من فلان وتخليها على راسك. وكل هذا ياخذ التهمة طبعا بروح مرح ومستانس. عقوبة الشغلة هذه كانت 15 سنة، فانتوا تخيلوا ان البطل يضل بالسجن 15 سنة، فوق 15 سنة، ولما يطلع هني تبتدي الاشياء تتغير. أنا أقدر أقول لكم هالشيء باختصار فقط، لأن مع الوقت مع القصة راح تشوفون الأحداث شلون تتغير والقصة تكون أكبر من هذا. فأنا قاعد أقول لكم فقط 1% من القصة. والحين راح أتكلم عن الجرافيكس. آخر أجزاء ياكوزا الجرافيكس فيها خيالي، وحتى إن هذا الجزء مو طبيعي. وفعلاً أنتوا لما تلعبون اللعبة، بما أن اللعبة RPG، فراح تشوفون الأشياء اللي هو الإفكتات والسمونات وكذي، شيء مو طبيعي. وأذكركم ترى اللعبة تعتبر كوميدي، يعني في وايد أشياء راح تشوفونها بالجرافيكس هم يعاندون أو سووها شيء غصب، أو أقصد أشكره عشان تضحك. فعادي مرات راح تشوف الجرافيك صاير مثلا مو حلو، بس هو قاعد يتكلم إنه يقول لك إن هالشيء هذا مو زين. ومرات تشوف إن الجرافيكس وايد قوي وايد حلو، يعني لأنه بطبيعة المحرك بطبيعة الأنجن. فعلا الجرافيكس وايد حلو، الخلفيات الديتيلز، حتى بالمقاطع السينمائية بالديتيلز راح تشوفون شيء مو طبيعي. والحين راح أتكلم بالصوتيات. الحلو باللعبة أنك تقدر تختار لغة الكلام بين الياباني وبين الأمريكي، وصراحة ما توقعت أن الأصوات الأمريكية تكون بهذه القوة، لأن أنا كل ألعاب ياكوزا ألعبها الصوت ياباني مع ترجمة، بس فعلا اللعبة هذه كانت الترجمة أو الدبلجة الأمريكية فيها شيء مو طبيعي. بس أنا بما أني متعود أني ألعب كل أجزاء اللغة اليابانية، ففعلا لعبت هاللعبة باللغة اليابانية، وكانت الحوارات مو طبيعية. يعني حتى بالأمريكي لما نلعب شوي بس أجرب، الحوارات تكون وايد حلوة. وإذا بتكلم على الموسيقى، شو ما تكون الموسيقى حلوة وحاطي لك هاللحن هذا باللعبة، لا جد، لأن الألحان وايد حلوة. وفوق هذا يعني اللعبة RPG، ففعلا وانت تلعب تدش فيها دنجنات وتدش بوس فايت وكذي، لعبة RPG ألحان تحس ألحان وايد حلوة وايد جبارة. والحين راح أتكلم عن الجيم بلاي. اللعبة RPG طريقة بسيطة ومضحكة وسهلة،
وفيها أشياء زيادة. يعني في حالة لما تصد الطقة، إذا وقت الصدة مع الأنمي طقك الدمج يقل. وفيها طبعا دامنا RPG، فيها ماجيكات، فيها نفس ما تقول تانكر، فيها هيل، فيها تلفيل، فيها دنجنات، فيها كل شيء. وأرد وأقول اللعبة مضحكة، يعني أنت لما تلعبونها عادي في سمون قب قب ما له شغل، بس هي اللعبة كذي. يعني مثلا لا تستغربون لما تشوفون واحد يسوي ماجيك بس مو بالكهرباء، يجيب طيور ويطق، فالشيء هذا كان وايد حلو. وهم يعني إذا ياكوزا غير المين كويست عندها سايد كويست، وطبعا سايد كويست ألعابها الميني وهذيلي كلهم موجودين، كأنك أنت قاعد تلعب ألعاب ياكوزا لازال قديمة بس بطابع RPG. والحلو بياكوزا هالجزء هذا عادي قاعد يطب ألعاب ثانية، يعني لو واحد يقول له ترى أنت حياتك نفس دراجون كويست، والثاني يقول له والله الهواش هذا نفس ستريت فايتر. اللعبة مضحكة وايد. هي كانت مشكلة الوحيدة باللعبة اللي هي الكاميرا، لأن بالفايت ما تقدر تغير الكاميرا، فمرات يكون الفايت مكان ضيج، فأنت عادي إن ما تشوف الشخصية وتشوفها بطريقة ما أدري شلون صاير، لأن خاصة أنت لازم تشوف الأنمي طقك، لأن فيها التوقيت نفس ما قلت لكم إذا طقيت التوقيت صح يقلل الدمج. بس فعلا اللي يحب ألعاب RPG أنا متأكد 100% راح تعجبك. الخلاصة، لعبة ياكوزا لايك دراجون لعبة جميلة بكل النواحي، وإذا أنت من محبين ألعاب ياكوزا فراح تعجبك اللعبة، وإذا أنت من محبين ألعاب RPG فهم راح تعجبك اللعبة، وإذا أنت من محبين ألعاب RPG مع ألعاب ياكوزا فهذه راح تكون واحدة من أفضل أجزاء السلسلة، وأنت راح تقول إن هذه راح تكون واحدة من أفضل ألعاب السنة، لأن فعلا ما راح تلعب لعبة راح تضحك فيها ناس ما راح تضحك بلعبة ياكوزا لايك دراجون. تقييمي النهائي للعبة هو 8.5/10. حبينا نعرف بالنسبة لكم أنتوا شنو أحلى جزء حق سلسلة ياكوزا. كان معاكم أخوكم فرحان بناي، نشوفكم في فيديوهات الجاية، ولا تنسون لايك سبسكرايب وكومنت. مع السلامة.